اليوم بتمام الساعه 8:05 شعر اهالي مدينه العقبه بهزه ارضيه كانت بناء على الرصد مركز الزلازل الوطني بقوتها 4.6، وكانت بعمق 9 كيلومتر بمسافه، كانت هي جنوب مدينه العقبه، تبعد عن مدينه العقبه مركز الزلزال 60 كيلومتر. بعد هذا وشعور المواطنين فيها، تم الاتصال مع مديرية الدفاع المدني العقبة، وتم جولة تفقدية أنا ومدير الدفاع المدني العقبة، وكانت هناك جاهزية. حقيقة لم يسجل أي أضرار، كانت جولتنا هي للاطمئنان عن الممتلكات الخاصة والعامة، وبرضو لم يسجل أي اتصال هاتف من قبل المواطنين بإصابة أي مواطن من أبناء وزوار مدينة العقبة إصابات لا سمح الله. ونؤكد أنه برضو هناك مديرة الدفاع المدني عملت جولة ميدانية كاملة لتفقد كافة المنشآت الحيوية في مدينة العقبة، لم يكن هناك أو يسجل أي إضرار على المرافق العامة أو الخاصة أو حتى مرافق ومنشآت الميناء، والحياة بخصوص الميناء تسير بشكل انسيابي طبيعي جدا، وهذا كله بحمد الله ونشكر رب العالمين على لطف رب العالمين في هذا الأمر. برضو نؤكد بأنه سلطة العقبة من فترات طويلة ضمن المقاييس الأبنية والمنشآت تؤكد سلطة العقبة بأن مراقبة من قبل سلطة العقبة أن كافة المنشآت الخاصة والعامة يتم بنائها ضمن المواصفات العالمية لمواجهة أي كوارث، وخاصة كوارث الزلازل. كبير